صباح الخير عليكم الخوت، صباح جديد ونهار جديد وفلوق جديد وصباحكم مبروك ان شاء الله باش متمنيتو بالصحه وطول العمر وراحه البال. اليوم ان شاء الله تحدي جديد ديال مغامره ديال صيد سمك البروشي او سمك التمساح اللي كنسميه انا السمك المتوحش. اليوم ما كاين لا دودا لا تصنصي لا بلوم لا والو، اليوم جاي ليه غير هو غير بيا ولا بلا بي. علاش؟ انه كاين واحد الحوته ديال البروشي مشيت لهاد المرات كتسوي فيني حتى لهنا فاش كنت مصيد هاد اليامات مصيد بالدوده على الدوري وعلى الحوت الاخر. كنت نجمع فاش كنجمع السنار ديالي كنعاود نبدل العماره كتم جايه تبع طلع حجر طلع قشطه وكنشوف فيها قداش تبارك الله تكون فيها شي 80 سنتيم ولا متر. المهم قررت باش انني نجي نقعد والدي نخرجها من الغار والله يسخر فيها. اليوم حنا التحدي مع هاد الحوته اللي بانت لينا هنا حيت شتها اكثر من ثلاث مرات ماشي في نهار واحد، على تقريبا شي 18 يوم هادي شتها واحد النهار جات سوافاتني حتى لهنا فقدت علامة ما تسوقت ليهاش. النوبة الثانية عاوتاني عاودت ضربات على العمارة عاوتاني وما داتهاش قطعت لي كلشي. ايوا البارح مصيد عاوتاني وهي تبان لي عاوتاني جات تابع العمارة حتى لهلا برا. المهم خليكم معنا نتمنى لكم فرجة ممتعة والله يجيبها ان شاء الله في الشنابر وغادي تشوفوها معنا. صحة عليكم وصباحكم مبروك، تحياتي. المهم شباب درنا لي هاد الرباله هادي فيها الاحمر والزرق والبيض على قاشي دراري هنايا ولا كندا قالوا لي ودي بانه كيضرب على لي رابالات اللي فيهم البيض والاحمر، داكشي علاش انا عندي هادي فيها البيض والاحمر اخا داخل فيها شويه الزرق ماشي مشكل. المهم غنستعنوا بهاد الرباله هادي غنستعنوا بواحد البيضو من بولدو ها هي هادي. علاش غادي نقول لكم دابا علاش هادشي؟ لان واحد الدور مهم هادي هي اللي كتخليه كتنيرفيه حيت هو البروشي الا ما نيرفيتيش ما غاديش يشدو. باش كيفاش غاتنيرفيه هو ديك الحركه في الماء، خصك دير ليه واحد الحركه في الماء هادي فاش كتكون كتجمع كتبدا كضرب في الماء بحال الشكل ديال التقنيه اللي كنديرو حنا البوشاوك بالراكلوات. كيكون البولدو من مورا واحد المتر ونص الراكلو. حنا دابا عليك مولانا اللهم يسر يا فتح يا رزاق الله يجيب اسمينا. عليك مولانا يا بسم الله. يا بسم الله يا فتح.
زي ما بان لي لطر. انا كان زرع حاضي معه في الماء حيت بطل حرام كي تبعها طلع بزرع والله كون شطا صافي يخاف. انا متاكد بانه هذا ساكن هنا غايقولها لي بلا ما عرفتش من اللغه هذا ساكن هذا حيت كثر من ثلاث المرات ماشي جوج المرات ولا مره وهو ماشي زعما شي واحد اخر ولا متيقن منه هو عقلت عليه وضح حرام عقلت ليه على سيفتو لونو بات واحد الشويه خضر في الزيبات وفي شي 80 سنتيم تبارك الله والله الا جراندي هاد البولدو اللي داير انا في واخا فيها الاحمر والبيض وانت حرام كدير كتغرق ما كتضربش فوق الماء كتنزل تحت الماء الله عمرت بلا ما بحال لا الا واش عمرت بلا ما نشوف اليوم غيبيه ولا بيه ما كاينش حتى الدويدات ما جبتهمش معايا عرفتي علاش باش ما يطلعش شي زعف من الجران ونقول من سبيني ونقول اه صافي انا عمرت لا لوبجيكتيف جاي ليه هو اليوم خاصو هو يدور هو خاصو يدور باش غادي نكملو بالصبر كيما جينا ليه في الصباح هي الزوال الصباح ديال ستة دابا ستة الا ربع هادي ستة وربع ستة وربع باردون انا اللي جيت في ستة الا ربع ستة الا ربع جيت فيها هادي ستة وربع غادي نقصرو على والدي هنا حتى لتسعة الصباح غنبقى تابع عندي من ستة حتى لتسعة تلات السوايع ديالي هذا فيها والدك ما حداش الله يعاونو مرة أخرى غنرجع لوالدي ما غنطلقوش أنا لا هو بالمرصاد تلقاو ضحر انا بقاس حتى يجرف وكايشوف فيها فاش كنلوحها بحال والو يقول لي هاي انا ندير لك شي تلعب تيقول لي سير تلعب سير تلعب مع قرانك يقول لي سير تلعب مع قرانك جي تلعب معايا انا راه عارف اش كندير بحال والو ما كان شي واحد متمرس انا عقل على اليد اللي كان فايت شي رابه راه جرحها في فمه عندو تجربة زعما هاكا عندو ليكسبيريونس ما تشدوش الا فايت ليه جرحو شي واحد تيكون عارف القلب من غير ما طاح عليه الطلاف طاح عليه الطلاف ولف واحد راه شباب والله الا جوج دابا تجيو تابعينها جوج جوج واني صغار جوج جوج الله يسخر فيه واني ولاد الحرام عاقوا بها شافوها عاقوا بها ولاد الحرام هو على المباشر ها هو قلت لكم غادي نجي لوالدي غنجلس فيه الارض ها هو صحتنا حتى قصنا وصلت وين قصنا ايه على سنان عنده ايه على سنان عنده راني ماشي هذاك اللي بان ليا الشباب هذاك اللي قلت لكم ماشي هو هذا ماشي هو هذا وضع حرام
اختي قلت لكم انا هذا كان فيه شي 80 سنتيم ماشي هو هذا انا الخوت ها هو هذا تقريبا فيه واحد 60 سنتيم 60 سنتيم صح عليكم مشاخه عليا خوت انا كيلو وافي كيلو و90 غرام تقريبا كيلو 40 كيلو 50 تضرب كيلو ما بين المهم كيلو 40 كيلو 50 اللهم بارك اللهم بارك وزيد في ذلك هذا الشباب وعلى صيادته كيديرها نقول لكم دابا نعاود لكم على قلبه كيدير هذا الشباب راه عنده شي سنان يا لطيف واش كيبان لكم هاد التستيفات هادو ديال السنان شتيهم دايرين بحال اللاما هذا دابا ما كنديروش ليه السبيب ديريك لا درتي ليه السبيب مشى هذا واش كنديروا ليه كندير ليه واحد البادلين هي كتقداها بادلين ديال الكابل بحال الفران كابلي ديال الفران شتوها ضروري هادي الا ما درتيش ليها هادي قد عليك قد عليك كلشي داكشي باش وضع حرام تعدى عليا قبل انا فاش كنت نصيد على الدوري كنكون داير الدوري عاوتاني ما كتمديليش هذا السلك هذا السلك ما يحاديش ما يقيس عليهش تيبان ليه ولا كيحس به ربما ولا كنكون داير ليه الترقية ديال السبيب ديال الفلويو كربون تيجي كيضربها الصرا هي مشات وانا زيد لها واحد لاستيس واحد هنا في كندا ما داير هاد لاستيس هذا هو شتيهم هاد القبيحات ديال البلوم ديال الكرام شدهم لبسهم لهذاك الكابلي ديرهم ليه على حساب جوج ديال الحوايج الحاجه الاولى هو انهم باش يقاردوا طال الكابلي ما يعطفيش يعطبوا الا كان شي واحد كبير والحاجه الثانيه كيزيدوني شويه ديال الثقل للرباله حيت الرباله يلاه فيها 14 غرام فهمتيني ما كتخرجش بزاف ملي كتلونسي هاد البلوم هذا تيخرجها بزاف او ميم طون تيخليها كتهبط لواحد الميترو ديال الفوندو وعليك امون انا اللهم يستر يا ربي تجيب شي واحد اخر واخا هذا جا ارى الاخر الله يلاه الاحساس لا يوصف الشباب صراحة والله الا احساس لا يوصف هذا شنو باش تجيب واحد الاوبجيكتيف جاي لواحد الحاجة انت بالضبط والواعرة شنو هي الواعرة هي اون ديريكت مازال ما حبسش التصوير ما حتى شي حاجة ما حبسش التصوير والله ما حبس 17 دقيقة في التليفون ملي لاحت بقيت لا تق تق لحجبت لحجبت تجا صراحة هادي صراحة ما بقاش حد انا والو وتقول المهم حنا هو لوبجيكتيف ديالنا جينا باش نشدو البروشي هاد الصباح خصيصا وشدينا البروشي وحطونا فيه رقم قياسي جديد اللي هو كيلو 40 غرام تقريبا الاول اللي كنت شديت شحال هذا كانت فيه 945 غرام بالضبط الباقي كنعقل هذا تقريبا فايتو بواحد 100 غرام تقريبا تيبانو قد قد في الطول تا هذاك الاول تا هو شي 30 سنتيم تقريبا هذا تا هو نفس الديكور المهم هذا ما كان الرحله ديالتنا تسالات كنتمنى تدعمونا بلايك كومونتير ولا كنتي كتبع القناه اول مره ما تنساش الضغط على زر الاشتراك باش يوصلك كل جديد وتحياتي لكم وشكرا على الناس القدام على السيبور ديالكم تحياتي وصباحكم مبروك يا سلام صح الرئيس